السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. إلى العناوين: قرارات هامة واستشرافية تحدد معالم الاستراتيجية الفلاحية المستقبلية، رقمنة التسيير، عصرنة وسائل الإنتاج، توسعة المساحات المسقية وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية، أرقام ورهانات وتحديات واعدة. وفي النشرة نقف عند تكثيف إنتاج البذور حفاظاً على الموارد الجينية الوطنية. ومن وهران زيت الزيتون الجزائري جودة بوسم العالمية. وإنتاج وافر للحليب بإحدى المزارع النموذجية بالمسيلة. الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية على طاولة اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية. وفي اليوم العالمي للحماية المدنية، كفاءات وطنية وخبرة ميدانية عالية للتدخل العاجل والفعال، وضمانا للدقة والتقييم الدقيق مواكبة لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات. وفي أخبارنا الدولية نتابع من الأراضي الفلسطينية المحتلة رفض لقرارات الاحتلال الصهيوني التعسفية والعقابية ولظروف السجن اللاإنسانية. نستمع الآن إلى صوت الحق وأذان صلاة العشاء ونعود ثانية. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. بداية إذن، قرارات هامة وتوجيهات سديدة توجت الجلسات الوطنية للفلاحة ضمن نظرة استشرافية تضع الفلاحة في صلب الأولويات والاهتمامات باعتبارها قاطرة تنمية أساسية ورافدا من أهم روافد الاقتصاد بعد المحروقات. قرارات ضبطت برزنامة زمنية تحدد معالم ورقة الطريق للمرحلة المقبلة، وأبرز رهاناتها الرفع من مردودية المحاصيل الزراعية الكبرى لاسيما في الجنوب، إلى جانب مواصلة دعم ومرافقة المستثمرين في الصناعات التحويلية. أحمد خير الدين. بين أرقام حقيقية تجلت واقعا ملموسا في ظرف 3 سنوات فقط، وتحديات ينتظر أن تشكل واقعا واعدا في المستقبل القريب، كانت توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صريحة ودقيقة خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للفلاحة. ولأن الأمن الغذائي هو الضامن لسيادة القرار واستقلاليته، وجب تجهيز الأنفس للانتقال إلى المرحلة المقبلة والوصول إلى مصاف الدول المنتجة للغذاء. ولبلوغ هذا المراد حان وقت التجند لهيكلة النشاط الفلاحي وعصرنته بما يتماشى والمعطيات الموجودة في السوق العالمية. وفي ظل تحديات كبيرة وتغيرات متسارعة في العالم، احتدمت معركة الغذاء وزاد الطلب على القمح بالأضعاف بين ليلة وضحاها. ووفقا لهذه المعطيات، أولت الدولة لشعبة الحبوب أهمية قصوى، خاصة في ظل بلوغ الاستهلاك السنوي معدل 9 ملايين طن. وبلغة الأرقام، حقق قطاع الفلاحة الرقم 14.7% من الناتج الداخلي الخام، وهي المرتبة الثانية بعد المحروقات. والأمن الغذائي المريح لن يتأتى إلا ببلوغ الإنتاج الوطني حدود 35 قنطارا في الهكتار الواحد. الأرضية الصلبة لبلوغ الأهداف المرجوة في أجال محددة بصرامة بنيت، انطلاقا من تطهير الفلاحة من الدخلاء، مرورا بتحفيز وتقديم الدعم الكامل لكل من يحقق إنتاج محصول مرتين في السنة الواحدة، ووصولا إلى تمويل المشاريع الصناعية ذات الصلة بالفلاحة بنسبة 90%. وعلى درب القاعدة التي تقول: أمة تأكل مما تنتج، وتلبس مما تنسج، وتتداوى مما تصنع، تمضي الإرادة السياسية في الجزائر بخطى ثابتة نحو الأمن الغذائي المستدام. وولاية بسكرة، هذا القطب الفلاحي المتميز تمكن فلاحها من تحقيق نتائج جيدة كما ونوعا، يقول يونس الكحلديب.
ولاية مرجعية في الإنتاج الفلاحي، مستثمرات تنتج كل أنواع الخضر والفواكه وبكميات معتبرة. بسكرة الولاية المصدرة للمنتجات الفلاحية تسعى إلى زيادة الإنتاج وتنويعه موسما بعد آخر. شفنا فكرة جديدة على العنبة وسط البيوت البلاستيكية الكبيرة هكتار كناريين، درنا الفكرة هذه، جاتنا الفكرة هذه باش نديروا إنتاج مبكر كما راكم تشوفوا في الشجرة. توظيف التمور وتصديرها إلى عديد الدول والبلدان لم يقتصر على دقلة نور لوحدها، بل تعداه إلى ما يستخرج من التمور عبر الصناعات التحويلية. وكان قبل هذا التمر كان يرمى، ما كانش يستفادوا منه، كان بعض يبقى ستوك تاع غرف في الغرف التبريد، ايضا في النخيل يقعد تحت الارض، هذاك اللي يقعد في سقط في الارض هذا كامل كان الفلاحين يطيشوه. الان الكل يبيعوه للمصنع، وحنا خرجوا من الايثانول، خرجوا لاكول شيرجيكال، خرجوا لو جيل ديزانفكتون. فلاحون رفعوا التحدي، فكان الدعم والمرافقه من السلطات المحليه بربط المستثمرات بالكهرباء وفك العزلة بفتح المسالك الفلاحية، إضافة إلى تسوية العقار وتوجيهه لمستحقيه. تم القرارات اللي خرجوا بهم من هذه الجلسات الوطنية، خاصة فيما يخص تسوية العقار الفلاحي وتسهيل الرخص بما يخص حفر الآبار وكذلك الكهرباء الريفية. مرافقة الدولة موجودة في المجال التقني من خلال المعاهد المتخصصة، المرافقة موجودة في مجال التسهيلات خاصة في مجال حفر الآبار مثلا أو توصيل وربط المستثمرات بالكهرباء اللي هي تبقى يعني ضرورية وأساسية. مجال آخر يمكن الإشارة إليه وهو مجال التصدير والصناعة التحويلية، فالولاية تسخر بعدد معتبر من النشطاء في هذا المجال، تصدر التمور إلى عدد كبير من الدول، أكثر من 36 دولة. ما يزيد عن 2600 مستثمر منتج بولاية بسكرة تساهم وبشكل مباشر في ضمان أمن غذائي مستدام. ولتكثيف إنتاج البذور مع الحفاظ على الموارد الجينية الوطنية، أساليب وتقنية جديدة تنتهجها المعاهد الوطنية للبحوث الفلاحية. المتابعة لوداد زردوم. معلومات كثيرة يجهلها الفلاحون عن خصائص التربة قد تنعكس على مردوديتها، وهذا ما يوفره المعهد الوطني للأرض والسقي وصرف المياه من تحاليل تساعد على اكتشاف النقائص وإدراكها. احنا هنا في المعهد هذا اللي في لينسيد عندنا مخبر اللي يسمح لنا نديروا تحاليل التربه للفلاحين باش نعاونوهم باش نعرفوا ما هي نسبه الخصوبه تاع التربه تاعو، وكذلك باش هو تسمح له يختار ما هو الاسمده العميقه اللي توالم التربه تاعو على حساب لي ريزولطا اللي يخرجونه من اللابوراتوار. مسار تقني للبذره من بين احد اهم العوامل التي تساعد في زياده الانتاج من حيث الكمية والنوعية، والتي تمر هي الأخرى بمراحل عدة. عملية تصديق المراقبة تتم بمرحلتين، المرحلة الأولى هي المراقبة في الحقل، والمرحلة الثانية هي المراقبة في المخبر. بعد تسليم العينة من طرف المؤسسة المنتجة نقوم بإعطاء رقم تسلسلي للعينة والكم العددي، ومن بعدها نقوم بعملية الإنتاج. نقوم بتسجيل كل الأصناف الجديدة في هذا الفهرس، يحتوي هذا الفهرس على كل الأصناف الجديدة التي لها قيمة زراعية جيدة. اتباع هذه التقنيات الجديدة التي توفرها الدولة للفلاحين من شأنها تحسين مردودية الأرض. وضمن التوصيات المنبثقة عن جلسات الفلاحة، العمل على ترقية المنتجات الوطنية لبلوغ المواصفات العالمية لتحصيل علامة الجودة ودخول الأسواق العالمية. وفي النشرة نقف عند تجربة رائدة في إنتاج زيت الزيتون من ولاية وهران، والمزيد مع إكرام قاضي. مع بزوغ الشمس يتأهب هؤلاء الفلاحون لقطف الزيتون بالاعتماد على الطرق التقليدية بعد موسم من الاعتناء والاهتمام بهذه الأشجار. كيجي موسم تاع الزيتون اللي يمو الخدامة، ونقسموهم على الشجرة، كان اللي يخدم في السلوم، كان اللي في الأرض، كل واحد وش يخدم. كاين هنا واحد 800 خدام ولا، وراه الموسم مليح، وهنا تحول واحد 400 هكتار زيتون. الخدمة تاعنا بانت، زاد الماء كان عندنا ناقص، زاد حفر الحسيان، زعما كي نقولوا زاد طور وزاد كثر الماء،
وكيكثر الماء الشجرة عاود تحيات ولا عندنا انتاج ما شاء الله. الغلة من الزيتون توجه إلى المعاصر أو تحضر كزيتون مائدة. النوع الأول وقفنا عنده بمعصرة مستر غين بولاية وهران. كل شيء مبرمج، معصرة تقنية عالية، تقنية هي تقوم بكل عمليات أوتوماتيكيا. إذن هذه العملية راح تتوسع عند كل المعاصر. وللزيتون الجزائري وزيته واسم عالمي من شأنه إدرار مداخل بالعملة الصعبة والمساهمة في رفع قيمة الناتج الداخلي الخام. العبوات المعدنية من أكثر مواد التغليف والتعبئة استخداما في الصناعة التحويلية الغذائية، وقبل سنوات كانت الجزائر تستورد هذه العبوات من الخارج، أما اليوم فقد حققت منها اكتفاء وأصبحت من المستفيدين بفضل استثمارات واعدة اقتحمت هذا المجال الحيوي. من عنابة سهيل حريرية. بولاية عنابة قطب الصناعة الغذائية يقع هذا المصنع بالمنطقة الصناعية لبرحال، حيث يعد الأكبر من نوعه وطنيا وقاريا، يتربع على مساحة تفوق 62 ألف متر مربع. مجال يعني الصناعة الغذائية احنا كبدينا كان في الجزائر يعني 10 يعني مصنعين غذائيين، اليوم رانا نتكلموا على يعني على 130. اليوم عندنا علامات إيزو تمكننا من أن نصدروا حتى لأوروبا. كمية الإنتاج للسنة الماضية 475 مليون علبة في السنة، مع زيادة الإنتاج بارابور 2021 بواحد 60%. خطوط إنتاج ذات جودة، جد جودة إنتاجية عالية، ذات تقنية في مستوى عالي التي تقارب سرعتها 800 علبة في الدقيقة، وخطوط الطباعة التي تصل إلى 6000 صفيحة في الساعة. رهان المؤسسة توطين هذه الصناعة ورفع نسب الإدماج، لذلك عملت على الحصول على أعلى التكنولوجيات والاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية المحلية. منذ دخولنا في طور الإنتاج تطفي السوق منتوج ذو جودة وقيمة تنافسية لكافة الشعب والتخصصات مثل الطماطم والفواكه، وأخيرا وصلنا إلى شعب عندها أهمية ثانية كما المواد السمك والمواد اللحوم البيضاء والحمراء. 2022 بدينا التصدير بقيمة مليون دولار يعني لليبيا للنيجر، وبدينا حاليا للبنين، نطمح لبلوغ يعني إن شاء الله 5 مليون يعني أورو من الصادرات في سنة 2023. يعكس هذا الاستثمار بجلاء أهمية التغليف والتعبئة كصناعة لوجستية واستراتيجية لأي اقتصاد لتطوير الصناعات التحويلية وخاصة الغذائية منها. وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي رهان يرفعه الفاعلون في مجال الفلاحة من خلال استحداث مزارع كبرى مدمجة لإنتاج الحبوب والأعلاف والتربية المكثفة للأبقار الحلوب. كاميرا محمد ياسين نقاش وقفت عند إحدى المزارع النموذجية لتربية الأبقار بالمسيلة، مزرعة حققت بالإرادة فالمرافقة نتائج جيدة. هنا بهذه المزرعة النموذجية بولاية المسيلة أطلق هذا المجمع المنتج للحليب ومشتقاته مشروعا لإنتاج الحليب الطازج وبكميات كبيرة. مساهمة منا والإرادة السياسية للدولة الجزائرية في خفض فاتورة الاستيراد من جهة، وكذا لما لا نحاول أننا نحقق الأمن الغذائي في هذه المادة الحيوية. المشروع في حد ذاته يضم 4 مزارع كبرى، مزرعة ب 600 بقرة حلوب وثلاث مزارع أخرى كل مزرعة منها بسعة 1200 بقرة حلوب. وحتى أعلاف هذه البقر تنتج هنا من أجل خفض تكلفة اللتر الواحد من الحليب. حاولنا أيضا أننا نكلف نخفض من تكلفة إنتاج اللتر الواحد في الحليب خصوصا هنا في الجزائر مع ارتفاع الأعلاف، لذا خصصنا مساحة 300 هكتار من أجل إنتاج الأعلاف الخضراء، الأعلاف الخضراء الموجهة لأكل البقر الحلوب. إضافة إلى هذا أبرم المجمع اتفاقيات مع مربي الأبقار لتشجيعهم على تحقيق الاكتفاء في هذه المادة. جيب بزاف تخدم بزاف، هنا عندنا فيرما نقدر نخدم حتى 300 بقرة. أنا عندنا في الفيرما هذه كاين 8 من الناس، 8 خدامهم ياكلوا هنا في الرزقة مع بعضهم. أنا قاع خدامين، كاين البقرة اللي تجيب لك حتى 30 ريتلة.
اليوم ولاية المسيلة تعد أحد أهم الولايات التي تحتوي على مزارع لتربية أبقار الحلوب. 17,000 بقرة حلوب، هذا بجانب الاستثمارات على المدى القريب والمتوسط اللي راح إن شاء الله نشأ مزارع نموذجية وعصرية تصل حتى 10,000 بقرة حلوب. هذا ما راح يدعم يعني حظيرة الإنتاج وأيضا الصناعة التحويلية من الحليب الطازج. كل هذا يندرج ضمن المسعى السلطات العليا للبلاد اللي راهي استراتيجيتها في سنة 2023 من أجل التكفل بهذه الشعبة وخلق الإضافة. تشجيع ودعم مثل هذه الاستثمارات هو أحد أهم العوامل لخفض فاتورة استيراد بودرة الحليب. وقصد التحكم في البيانات وعصرنة وسائل الإنتاج لكسب رهان الرفع من مردودية الشعب الاستراتيجية، حرص على إشراك الكفاءات الشابة في مسعى تحقيق الأمن الغذائي. والعين في النشرة من إحدى المؤسسات الناشئة بولاية تيارت تمكنت من تجسيد فكرة استغلال المخلفات المنجمية والعضوية كأسمدة مفيدة. مراد عبروس. توفير أسمدة من المخلفات المنجمية والمواد العضوية هو ما تعمل عليه هذه المؤسسة الناشئة الحاصلة على المرتبة الأولى وطنياً في مسابقة الاقتصاد الأخضر. عندنا ثلاث أنواع من الأسمدة الفلاحية الخاصة. الأسمدة الفلاحية الخاصة اللي يجيبوها من الريسيكلاج تاع المخلفات الفلاحية بكل أشكالها، والأسمدة الفلاحية اللي يجيبوها من المخلفات الصناعية، والأسمدة الفلاحية اللي نجيبها من المخلفات المنجمية. إنتاج كميات كبيرة جدا من الأسمدة الفلاحية بمقاربة هندسة منجمية، تكون الأسمدة هذه الفلاحية متنوعة بحسب مصادر استغلال تاعنا تاع ليجيزمون هادو تاع لي ديشي، وتكون في دي بري أبوردابل. هو توجه يعكس انخراط الشباب في تطوير الفلاحة ويجسد الاستعانة بأحدث التكنولوجيات. صنفت المؤسسة الناشئة من بين أربع ليزاغريتاك الواعدة في البحر الأبيض المتوسط من طرف إيمرجينغ ميديترانيان، و 36 ستارت اب في عدة في المجالات المختلفة. خريج جامعة ألمانية، أنا متخصص في شركة بيوفيرتك بالجانب التقني، وحنا نرافقوا الفلاح باش بمسح الأراضي باستعمال تكنولوجيا الساتيليتير، استعمال لا تكنولوجيا الساتيليتير بالريموت سينسينج، ونعالجوا الداتا المعلومة بالذكاء الاصطناعي. بنظرة استشرافية تهدف إلى تحقيق إنتاج وفير للأسمدة، تساهم هذه المؤسسة في تقديم إضافة نوعية لقطاع الفلاحة. ممثلا لرئيس الجمهورية، يشارك غدا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في أشغال اجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز بعاصمة أذربيجان باكو حول التعافي بعد جائحة كوفيد، وحول جدول الأعمال. تفصل مبعوثة التلفزيون لباكو نادي علمي. مركز المؤتمرات بعاصمة أذربيجان باكو سيجمع تحت سقفه ما يقارب 80 من قادة الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية في اجتماع القمة بصيغة مجموعة الاتصال للحركة للاستجابة معا للإنعاش العالمي لما بعد جائحة كوفيد-19. هو الشعار المختار لهذا الاجتماع رفيع المستوى، والذي يأتي في أعقاب جائحة هزت أكبر اقتصاديات العالم. واليوم أصبح من الضروري لدول حركة عدم الانحياز اتباع نهج موحد أكثر استدامة تجاه عملية الاستعداد لمثل هذه الجوائح، وأيضاً مناقشة أنواع الاستثمارات التي تتطلبها هذه التحديات الصحية. وتكريساً لمناقشة هذا الموضوع، تحضر الجزائر لعرض تجربتها في مواجهة كوفيد-19 بفض قرارات وإجراءات احترازية وصحية هامة. عدم الانحياز عقيدة راسخة في الدبلوماسية الجزائرية، مثلما هو إيمانها راسخ بضرورة العمل المشترك والموحد لمجابهة مختلف التحديات العالمية على غرار جائحة كوفيد-19 التي تسببت في حالة طوارئ صحية عالمية
وفي أزمة اقتصادية، ما يستوجب وضع سياسات متكاملة لتجاوز تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما سيعكف عليه المشاركون في الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز هنا بالعاصمة الأذرية باكو. ترأس اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة درس فيه عدة مشاريع قوانين واستمع إلى عروض تعلقت بقطاعات العدل، الفلاحة، التضامن والصيد البحري. ففي مجال العدل درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. أما في مجال الفلاحة فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بولاية المدية. وفي مجال التضامن الوطني استمعت الحكومة لعرض حول وضعية المؤسسات المتخصصة التابعة لدائرتها الوزارية والأفاق ذات الصلة. وفي مجال الصيد البحري قدم وزير القطاع عرضا حول تقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهني الصيد البحرية. برلمانيا وبمقر المجلس الشعبي الوطني استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الشيخ باوتشي طاهر داهر عثمان شيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا. هذا وعقد اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وإحالتها على اللجنة المختصة. برلمانيا دائما نظمت اليوم المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يوما برلمانيا بعنوان لا لعرقلة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وذلك بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي والسفير الصحراوي بالجزائر وكذا سفير كوبا بالجزائر والقائم بالأعمال بسفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، إلى جانب وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا وممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني. هذا وجدد رئيس المجلس إبراهيم بوغالي موقف الجزائر الثابت والمساند للشعب الصحراوي وقضيته العادلة. التعاون العربي من أجل تحقيق الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية أهم المحاور التي طرحت اليوم خلال أشغال الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بحضور وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، المتابعة مع مفادة التلفزيون لتونس فوزية تاج. لردء الإرهاب وفلوله واجتثاثه من جذوره يتطلب من الدول العربية تقريب وجهات النظر وتكثيف الجهود. في اجتماع وزراء الداخلية العرب وفي دورته 40 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مواجهة هذه الآفة يستدعي تبني نهج الجزائر الذي يقوم على إرساء استراتيجية متكاملة لمكافحته. إن مواجهة هذه التهديدات الأمنية المعقدة تستدعي تبني نهج شامل لطالما ناشدت به الجزائر على الصعيد الوطني الإقليمي والدولي، يقوم على إرساء استراتيجية متكاملة تستند لآليات وطنية وعربية فعالة من شأنها أن تضمن مكافحة آفة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان على جبهتين وقائية وردعية. وزير الداخلية أكد أن تكثيف التعاون الثنائي ركيزة أساسية لتأمين حدودنا وغلق الأبواب أمام ممارسات النشاطات الغير شرعية. إن الحد من تبعات الخطيرة للأعمال الإجرامية يفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى توطيد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على نحو يمكننا من التصدي لها بصورة فعالة، وذلك من خلال التركيز على العامل البشري وتعزيز قدراته وصقل الكفاءات المتواجدة ببلادنا في عدة ميادين، لا سيما في مجال الأدلة والتحقيقات الجنائية ومكافحة شبكات تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتفعيل التعاون القضائي والقانوني بين دولنا.
تمتين التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية، تعزيز جهود المجلس في مواجهة الجريمة الإلكترونية وتدعيم واحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، توصيات وأخرى خرج بها المجلس في هذه الدورة لاجتماع وزراء الداخلية العرب. فوزي التاج، مبعوثة التلفزيون الجزائري، تونس. هذا هو قد خص وزير الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة العمرانية باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ضمن وفد وزراء الداخلية العرب المشارك في الدورة. وعلى هامش أشغال الدورة، استعرض وزير الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة العمرانية إبراهيم الراد مع نظيره التونسي توفيق شرف الدين عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين. إبراهيم الراد التقى أيضا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي. كما تحدث مراد مع وزير داخلية جيبوتي سعيد نوح حسن الذي أشاد بالخبرة الجزائرية في العديد من المجالات والقطاعات. وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كان له لقاء مع وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي حمدان. في التعاون الجزائري القطري، استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة نظيره القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الذي يقوم بزيارة للجزائر على رأس وفد هام تدوم يومين. وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والتوصل إلى شراكات مستقبلية في مختلف مجالات قطاع العمل. تحيي الجزائر اليوم على غرار دول العالم اليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار تكنولوجيا المعلومات ودورها في تقييم المخاطر. احتفال يأتي عشية صنع التميز في جميع محطات الإنقاذ التي توجه إليها أبناء الجزائر من الحماية المدنية. ريادة عالمية وإشادة دولية، تقول وصال والجوابي. لا يدخرون أي جهد، لا يتذمرون ولا يكلون، هم هكذا ملائكة فوق الأرض. تتعدد الحوادث والمخاطر والكوارث، لكن مهمة رجال الحماية المدنية واحدة، إنقاذ الأرواح بكل إنسانية. سنة 2022 الوحدات الدخولية أنجزت ما يفوت 1,119,000 تدخل، أي ما يعادل تدخل كل 38 ثانية. هذا يعطي فكرة على مدى العمل التي تقوم بوحدتنا على مستوى كل ربع الوطن. مبادئ رفيعة وقيم سامية، تلك التي يتمتع بها أعوان الحماية المدنية الجزائرية. تميز وتفرد في أداء المهام باحترافية وبمقاييس عالمية، يعتلون بها أعلى المراتب. تم ترقيتك من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب بالحماية المدنية، وهذا ما يزيدني تشجيعا وافتخارا وحبا للمهنة هذه. لا يستطيعني إلا أن أحمد الله على هذه النعمة أنني أنتمي إلى هذا البلد العظيم وإلى هذا السلك العظيم، فشكرا لكم والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وإن شاء الله ربي يوفقنا أن نكون في المستوى لأداء المهام تاعنا لحماية الوطن والمواطن وحماية الاقتصاد الوطني. تحية إجلال وإكبار لرجال تفانوا في أداء مهامهم، رجال تحييهم أجيال الغد ممن يسلكون درب البطولة والشجاعة. ريادة عالمية تحتلها الحماية المدنية الجزائرية بفضل الجاهزية التامة وتكوين ذي المستوى العالي الذي يحظى به الأعوان. المزيد مع أميرة منتاحي. إلى جانب بسالتهم وحرصهم على تحقيق إنجازات ميدانية وتطوير آلية العمل، تجهيزات عصرية وعتاد تقني متطور لمجابهة المخاطر والكوارث الطبيعية. فيما يخص العتاد الذي تحوز عليه الفرقة، هو العتاد في مجمله حديث يتم استخدامه يعني لمواكبته تدخلات الحديثة ومواكبة العمل الفرق يعني الأجنبية وفق المعايير الدولية. عندنا التخصص السينوتقني، هالتخصص يكون مع الكلب، وتخصص ثاني في مجال البحث والإنقاذ تحت الردوم. هذا الكلاب ما تبحث عن أشخاص الموتى، ما نبحثوش عن الموتى، احنا نبحثو عن أشخاص الحياء.
على غرار مهامها التقليدية، اعتمدت الحماية المدنية الجزائرية على خطة متكاملة للتحول الرقمي باستعمال التكنولوجيا في تسهيل الكوارث على المستوى الدولي لتسهيل إجراءات وتحقيق استجابة سريعة في الحالات الطارئة. أثناء المتابعة وبعد صدور من البلد المنكوب طلب المساعدة الدولية، نقوم بتبليغ السلطات في انتظار إعطاء الأمر بالتوجه والتدخل إلى البلد المنكوب. استحقاق عالمي كسبته الحماية المدنية الجزائرية بجدارة، راجع لكفاءتها العالية وجاهزيتها التامة وتجربتها المتعددة. تسهيلاً لعمليات الدفع على مستوى محطات البنزين، سيعمم ابتداءً من يوم غد العمل بأجهزة الدفع الإلكتروني بجميع نقاط التوزيع التابعة لنفتال. كاميلا خليف تفصل. ستشهد محطات توزيع البنزين لشركة نفتال التي عرفت إعادة التهيئة بغرض تحسين مستوى الخدمات ابتداء من يوم غد الخميس تعميم استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، والتي كانت تقتصر على شريحة معينة فقط من الزبائن. كانت هذه البطاقة موجهة لشريحة معينة من الزبائن، فسوف تعمم البطاقة ما بين البنوك سي بي لكارتي سي بي لكي تجعل كل الخدمات والسيارات تحت تصرف الزبون الكريم، فمؤسسة نفتال تتماشى مع المحيط الاقتصادي العالمي. تم إنجاز من طرف شركة نفتال 36 محطة خدمات على مستوى طريق سيار شرق غرب، تم إنجازها بمقاييس دولية. شفنا قفزة نوعية في نوعية الخدمات في هذه المحطة، من حيث النوعية، من حيث النظافة، من حيث حتى تنوع الخدمات اللي أصبحت هنا في ذي المحطة مكان للراحة عصرية وبصفات نجم نقوله بصفات دولية، مواصفات دولية. لاكسي فاسيل سي رابيد اي بي سي بروبر. كلش راه يبان مليح، شفنا الدخل ما دخلت ليها الدخل ماشي بزاف، بصح ليسونسيال تبان حاجة بروبر الله يبارك. عملية تجديد عصرنة محطات توزيع البنزين تهدف بالأساس إلى المطابقة مع المعايير الدولية خدمة للزبون. وعلى ضوء القانون الجديد، تدابير مرافقة تحفيزية من شأنها تشجيع وتنويع الاستثمار، تدابير التمسها المستثمرون من خلال مشاركتهم في صالون الاستثمار والإنتاج المحلي في طبعته الثالثة بالولاية. من العبديش. إبراز قدراتهم الإنتاجية، خلق جو من الاحتكاك وتبادل الخبرات، هدف هؤلاء المستثمرين الذين شاركوا في صالون الاستثمار والإنتاج المحلي في طبعته الثالثة بولاية بومرداس. احنا الشركة الأولى والوحيدة في الجزائر خاصة بصناعة الحاضنات الصناعية، تمسنا باللي كاين فيه تطورات، رانا فرحانين بالتطورات هذو، هذه الأشياء تخلينا نزيدوا نستثمروا ونطوروا أكثر في المنتوج تاعنا. هذه الآونة الأخيرة كيتعاون فينا الدولة، يعني الحمد لله احنا رانا نافونسيو، هذه الحاجة راهي تحفز فينا باش نزيدوا دي زوطر بروجي إن شاء الله، وإن شاء الله فيها خير ونروحوا بعيد. دعم ومرافقة المستثمرين توجه استراتيجي تسعى الدولة من خلاله للنهوض بالاقتصاد الوطني وكسب رهان بلوغ أكبر حجم من عائدات التصدير. يعني فيه تنويع من ناحية النشاط اللي تدخل أيضا في إطار الأهداف الكبرى لقانون الاستثمار، وفيه مئات طلبات من مستثمرين أجانب راغبين أنهم يستثمروا في الجزائر بمشاريع مهيكلة، مشاريع كبيرة. اليوم شفنا يعني شركات ناشئة يعني اللي بداوا البارح، وشفنا منتوج تاعهم منتوج يعني مهم، اولا بداوا يغطيوا السوق، يعني عندهم الطموحات باش تكبر، وهذه الطموحات احنا لازم نرافقوهم. إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناخ ملائم للاستثمار مهما كان نوعه يعكس الإرادة الفعلية للسلطات لدخول مرحلة جديدة مبنية على اقتصاد مرن ديناميكي متنوع ومذر للثروة.
في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فبراير الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية 65 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بعشرة قناطير و31 كيلوغراما من الكيف المعالج. فيما تم ضبط أزيد من 267 ألف قرص مهلوس وأكثر من 500 جرام من مادة الكوكايين. وبكل من تمرس وبوشبج مختار وتندوف وجنات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 859 شخصا وضبطت مراكب ومولدات كهربائية ومطارق ضغط وأزيد من 60 قنطارا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى. في حين تم توقيف 14 شخصا وضبط بنادق صيد و40 قنطارا من مادة التبغ وأزيد من 4000 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عملية متفرقة من التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود بكل من تمرس وبوشبج مختار وسوق هراس والطارف وتبسة. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 488 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني. دوليا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدخل عصيان الأسرى الفلسطينيين ضد السجان الصهيوني يومه 16 على التوالي رفضا لقرارات الاحتلال التعسفية والعقابية وظروف السجن غير الإنسانية. ونختم بروائع من التحف التقليدية، مرآة عاكسة لعراقة التراث وجمالية الإبداع. من سعف النخيل صنعت وبتصاميم العصر زينت. من ولاية الوادي دليلنا في الرحلة الثقافية محمد بإسماعيل. أشجار النخيل في وادي سوف ليست مصدر قوت وظل للفلاحين فقط، بل هي مادة أولية أيضاً للحرفيين الذين يحولون جذوعها وأوراقها إلى تحف فنية تسر ناظرين. حاجة فنية وأثرية وتستغلها، معناها كما نقولوا إحنا حاجة تحسها ملموسة، تحسها تتكلم عن نخلة. هذا رو فن، هذا رو فن، وراي حاجة راي ثمنها، رو جديد الناس راي تشعل فيه وراي تطيش فيه وراي ترمي فيه، لكن إحنا تورا استغليناها. الفائدة الاقتصادية للنخلة تتجاوز التمر إلى عسل التمر أو كما يعرف بالرب، فهذا المنتوج يلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين لقيمته الصحية والغذائية. رب التمر عندي تجربة خاصة معه، لأني عندي الأخت تاعي تعاني من فقر الدم، يعني والحمد لله قضي عليه بنسبة 80% بسبب مداومتها على رب التمر. نفضل استعمال هذه المادة على السكر الكيميائي، يستعمل في استعمالات يومية كشرب الحليب، القهوة، في الحلويات، في حتى في الأكل. رانا من التمور اللي هي قليلة الجودة نرفع ثمنها ونثمنها ونخدم منها كثير من المنتوجات، على رأسها رب التمر أو دبس التمر كما يسموه، ونخدم منها خل التمر، ونخدم منها حتى اليوم أنا وعدنا منتج جديد إن شاء الله ربي يوفق، نخدم منها الألياف، والألياف معروف قيمتها، وبل نخدم منها حتى خميرة الخبز.
النخلة في المناطق الصحراوية ركيزة أساسية من ركائز التماسك الاجتماعي وعامل مهم في إثراء مداخل الاقتصاد المحلي. إلى التذكير بأبرز العناوين: قرارات هامة واستشرافية تحدد معالم الاستراتيجية الفلاحية المستقبلية، رقمنة التسيير، عصرنة وسائل الإنتاج، توسعة المساحة المسقية وتشجيع الاستثمار في الصناعة التحويلية، أرقام، رهانات وتحديات واعدة. وفي النشرة وقفنا عند تكثيف إنتاج البذور حفاظاً على الموارد الجينية الوطنية. ومن وهران زيت الزيتون الجزائري جودة بوسم العالمية. وإنتاج وافر للحليب بإحدى المزارع النموذجية بالمسيلة. الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية على طاولة اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية. وفي اليوم العالمي للحماية المدنية، كفاءات وطنية وخبرة ميدانية عالية للتدخل العاجل والفعال وضمانا للدقة والتقييم الدقيق، مواكبة لتقنيات وتكنولوجيات المعلومات. وفي أخبارنا الدولية تابعنا: من الأراضي الفلسطينية المحتلة رفض لقرارات الاحتلال الصهيوني التعسفية والعقابية ولظروف السجن اللا إنسانية. نشرتنا تمت، شكرا لكم على متابعتها، يلقاكم غدا زميلي سعيد طوبال، شكرا، إلى اللقاء.